تحياتي للجميع والناس اللي غادي يسمعوني. اولا كنبغي نشكر صاحب القناه اللي قبل انه ينشر لي الفيديو، كنقول ليه جزاك الله كل خير، وكنطلب من الاخوه انهم يسمعوا الفيديو حتى الاخر. هذا الفيديو هذا غنتكلم فيه على واحد القضيه، واحد السكوندال اللي المفروض يكون يهضر عليه جميع المنابر الاعلاميه، ولكن لانه تم طمس هذه القضيه من هذه العصابه هذه، لانهم عندهم امكانيات وعندهم بزاف المسائل، فكنطلب منكم نتوما اخواني انكم تساعدوني لمعرفه باش هذه القضيه تعرف الراي العام. هذه القضيه وقعت مع الاسف الشديد في كندا، اللي كتدعي حقوق الانسان وكتدعي الحريات. اجي نحكي لكم اشنو وقع اختي امل هشام من تسرق لها مشروعها، والان هي شبه متشرده، لان هذه المشكله غادي 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 يتطور وغادي غادي يوصل لواحد المسائل كبيره بزاف. انا سميتي اسماء هشام، كنعيش هنا في فرنسا. الاخت ديالي سميتها امل هشام، هي كنديه من اصل مغربي، كانت خدامه في الحكومه الكنديه، جات فكره مشروع بدينا كنخدموا فيه في 2008 تقريبا، بدينا كنخدموا فيه. من بعد اخت ديالي اتصلت، لان هذا المشروع كيطلب امكانيات باش يعني يخرج للوجود. فهذه الفكره هذه كتقدر تخدم كسيت انترنت، كبرنامج تلفزي او برنامج اذاعي. الاخت ديالي اتصلت بواحد المذيعه معروفه في الكيبيك سميتها ميتسو جيلينا. هاد السيده هذه تلاقات مع الاخت ديالي في ابريل 2011، وراتها الفكره، وكان بيناتهم بحال واحد الكونطرا باغيميل، كتقول لها ما حقكش تستعملي هذه الفكره. من بعد ميتسو جيلينا سرقت الفكره، وهي وكيبيكور اللي هي اكبر شركه ديال لي ميديا، وداروا منه برنامج تلفزي سميتو تو بار دو سوا. المهم الاخت ديالي ملي كسبت لهم قالت لهم ما ودير الفكره ديالي ما حقكمش تستعملوها، ما علينا انني انا حفظت هذه الفكره هنايا في فرنسا في الان بي تي. جاوبوا كيبيكور قالوا احنا الفكره ديالنا حنايا وما حقكش تستعملها، يعني ما حقكش كاع تقولي بان الفكره ديالنا. حنا كنا ديك الساعه انا والاخت ديالي واحد واحد لانفورماتيسيان كنخدموا في السيت انترنت، غادي نكتشفوا من بعد بان يعني احنا بعدا تاخرنا اللور ملي جاوبونا كيبيكور، اللي عندهم امكانيات كبيره وداكشي، قلنا ما نقدوش عليهم. بدينا كنخدموا في السيت انترنت، والبرنامج خرج في التلفازه، البرنامج سميتو تو بار دو سوا. غادي نكتشفوا بانهم ما سرقوش الفكره كفكره، وطبعا اتكلم بالدليل والادله حطيتها في الصفحه ديالي انا غنوريه لكم دابا، ولكن تمت القرصنه والتجسس الالكتروني. دخلوا لي زيميل ديالنا وبداو كيسرقوا لنا توسكي لي شيما لي ديزاين، يعني كل ما يتعلق بالمشروع، لان هاد كي قلت لكم هاد الفكره تقدر تستعمل كبرنامج تلفزي، كبرنامج اذاعي، او خصوصا كسيت انترنت، يعني موقع الكتروني. فمن اكتشفنا بالادله بانه تمت القرصنه، يعني لو بيغاتاج انفورماتيك ديال لي زورديناتور ديالنا، وان هناك تجسس الكتروني وقرصنه الكترونيه، الاخت ديالي مشات للبوليس الكندي باش تقول لهم هذه القضيه، ما بغاوش يوقفوا معها، لان كتعرفوا جميعا ان كيبيكور هي شركه قويه جدا، ومتسجلين شخصيه عامه ومعروفه، ويعني عندهم نفوذ وعندهم فلوس. المهم القضيه ما بقيناش في سرقه فكره المشروع، ولكن بقينا في القرصنه والتجسس الالكتروني باش يسكتوا الاخت ديالي. داروا جميع المحاولات، وهنا غادي يدخل طليق ديالها سميتو الزهري خليل. اتكلم بالادله واتكلم، يعني انا جو سوي ريسبونسابل دو سكو جو دي، يعني انا يعني كيفاش نقول لكم، يعني انا اتحمل الهضره ديالي. المهم غادي يديروا جميع الوسائل باش يسكتوها الطريق ديالها. من بعد من اكثر من 25 سنه ديال الزواج، غادي يقول لهم بان المراه ديالو عندها مشكل عقلي، سيتم فبركه ملف طبي، غادي يدخلوا فيها ثاني محاميين وقضاة. المحامين سميتهم لوالي اسوسي، القضاة سميتهم سوزان تيسي وماري جوزي بيدا. غادي يقولوا بان هذه السيده راه مسطيه، كتعاود نيمبورط كو. الحمد لله ان جمعنا جميع البراهين اللي كتبين على ان القرصنه وتجسس الكتروني، يعني نتكلم بالدليل. وباش يسكتوها يعني داروا معهاش كل شيء، حروا عليها العيشه، كتخرج كيتبعوها الناس باش يخلعوها باش مابقاش تهضر. الهضره ديالنا كلها كتسمع في التليفون وداك الشيء. الاخت ديالي، لدرجه ان الاخت ديالي هربت من كندا جوج مرات. علاش؟ لان الطليق ديالها مع المحامين والقضاة في ملف ديال الطلاق عادي، فداك الملف ديال الطلاق غادي يحاولوا يزجوا بها، اما الى يدخلوها لمستشفى الامراض العقليه. كيف ذلك؟
غادي يفبركوا ملف طبي، لان الاخت ديالي فاش داروا هذاك الملف الطبي، الاخت ديالي كانت خارج كندا الحمد لله، يعني ما شافها لا طبيب لا والو، غادي يديروا واحد الملف طبي، سيتم فبركه ملف طبي، وغادي يمشي هذاك الملف الطبي لا كلينيك، ولا نعلم اي زعما اي معلومات تحطات، واش هذيك يمكن نكتبوا عليها بانها حمقى، يمكن نكتبوا عليها الله اعلم شنو نكتبوا عليها. من بعد غادي يشردوها، بمعنى ان القضاء غادي يعطي الحق للطليق ديال الزهري خليل انه ياخذ الدار بدون ادنى حق، غادي يمشي سيني في بلاصتها وياخذ الدار، غادي ياخذ الاولاد، غادي ياخذ الفلوس، المهم تشردت. انا عارفه ان هذا الكلام اللي تنقول يعني ما كيدخلش للعقل، لانك تقول ما يمكنش في كندا يوقع هذا الشيء، ولكن هذه هي الحقيقه، وانا عندي الوثائق اللي كتبين هذا الشيء، وانا غادي نوريكم الوثائق، غادي نوريكم فين كاينين في الصفحه ديالي في فيسبوك، حاطه الوثائق ديال المحامين والقضاه. فاللي غادي يجي ويقول هذا الشيء ما يمكنش، وهذا الشيء كذوب، وهذا الشيء وهذا الشيء، انا تنقول ليه دخل الصفحه ديالي وشوف الوثائق، واتحدى اي واحد فيهم في هذوك المجرمين وواجهني ويقول لي ان هذا الكلام ماشي صحيح. انا اتكلم بالادله واتكلم بالوثائق. الان امل هشام هي شبه متشرده، خرجوها من دارها، باتت في الشارع بعد ما كانت خدامه في الغوفرنمون كنديان، يعني عندها خلصه زوينه، سقط لا خدمه لا ردمه لا فلوس لا ولاد لا والو، هي في حاله نفسيه جد خطيره، لان طبعا ما كتشوفش وليداتها. فالله يرحم لكم الوالدين، انا بغيتكم تساعدوني باش هذه القضيه توصل الراي العام، يعني توصل الراي العام. كيف ذلك؟ لانني انا حاولت أني ندير فيديوهات وداكشي، ولكن بما أنني أصلا أتعرض للقرصنة الإلكترونية، يعني هاد الناس أشنو هو المشكل ديالنا معاهم؟ أننا نتعرض للقرصنة الإلكترونية، يعني كيدخلوا لزيميل ديالنا عندهم واحد المسائل خطيرة جدا، يعني كيعرفوا بزاف ديال كيفاش نقول لكم، كيعرفوا كيفاش كيحيدوا لي لي بارطاج، الناس اللي كيبغوا يساعدوني بزاف ديال الناس قالوا لي غادي نعاونوك غادي ننشروا لك، من بعد كيتراجعوا. وعندي ادله على الكلام اللي تنقول انا، لان انا ما كنطلقش كلام بحال هكا، يعني مادام اتعرض لتسنط التليفون كيعرفوني مع من كندوي مع من كنهضر، وما عارفه شنو كيوقع في الكواليس، واش فلوس ولا شي حاجه اخرى الله اعلم. وانا حاطه جميع، انا كنحاول نختصر الفيديو باش ما يكونش طويل، يعني هاد العصابه الاجراميه هاد الناس خصهم يتفضحوا. كيف ذلك؟ بغيتكم الله يرحم لكم الوالدين انكم نتوما ديروا فيديوهات، انكم نتوما يعني تكلموا على هاد القضيه وتنشروها في الفيسبوك وتنشروها في تويتر وتنشروها في يوتيوب. الله يرحم لكم الوالدين، 5 سنين ديال المعاناه هذه، راه من 2013 وحنا كنعانيو، يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فامل تسرق لها المشروع، تسرق المشروع اللي خدمنا فيه شحال من عام، جا ومتسجلين لو كيبيكور هكاك خداو فابور، والان جاتني انباء على انهم باغيين يديروا الموقع الالكتروني، وهذا ليس من حقهم، لان اصلا فكره المشروع مسروقه، وصاحبه المشروع راها متشرده كدور في الزناقي، يعني علاش هادشي كامل؟ لان بغاو يعيفوها في حياتها، ما تبقاش تهضر على هذه القضيه. اون بليس كانت خطه انهم يتم ترحيلها الى المغرب، ففي الورقه ديال الطلاق، ورا عندي انا غنوريكم جميع الوثائق، في الورقه ديال الطلاق كاين امل ليست لها الجنسيه الكنديه، فكيف يعقل واحد ما درت حتى شي حاجه ميم با جنايه صغيره كيجيو يحيدوا لك الجنسيه باش يسكتوا لها الفم باش ما يبقاوش تهضر. دابا الان الاخت هي في حاله كارثيه، لان ما كتشوفش وليداتها، اولادها غادي يكونوا حتى هما باغيين امهم، داو ليها الدار، داو ليها الاولاد انتقاما حيت هضرت وقالت هذاك المشروع ديالي، وانه تمت القرصنه وسرقوا ليا تو لي زيميل، سرقوا ليا كل ما يتعلق بالسيت انترنت اللي كنا كنخدموا فيه. الاسم ديال البرنامج هو تو بار دو سوا. دابا هما تيحاربوني انايا، كاين كندير لي فيديو، كندير لي لايف، الا دخلتوا مثلا القناه ديال اليوتيوب ديالي ما كتفوتش 20 فيو 30 فيو، تيحيدوا لي بارطاج بالدليل، اتكلم بالدليل، كيبلوكيو الناس اللي كيدخلوا عندي، يعني دايرين لي واحد الحاله باش القضيه ما توصلش الراي العام. هضرت مع جميع الصحف، هاسبريس، هيبا بريس، شوف تي في، لا حياه لمن تنادي، كيهضروا على التخربيق. فانا كنتمنى نتوما يا الاخوه، انا حاولت نختصر الفيديو، ولكن الا دخلتوا الصفحه ديالي راه كاينين دي فيديو فيهم 40 دقيقه 50 دقيقه كيتكلم على هذه القضيه. كنطلب منكم نتوما الاخوه ان الاسم امل هشام يولي هو البوز، هو الناس تهضر عليه ليل نهار، باش امل ترجع لوليداتها وتفتح تحقيق على كيبيكور من جاتك مسائل خاصه بينا، حنا كنا كنخدموا فيها غير بيناتنا، تبانت عندكم في السيت انترنت ديال البرنامج، من اين لكم هذا؟ بالدليل كيف كنخدموا حنا في حاجه كدوز يومين كنلقاوها عندكم، وهذاك الشيء غير بيناتنا. اتكلم على ميتسوجيلينا اللي كانت اللي عندها علاقه بتصنت التليفون، معلومات علينا حنايا، منين جاتك؟ بالتشابهات كتهضر عليها في لاباج فيسبوك. انا كنطلب منكم الله يرحم لكم الوالدين، ما تدخلوا الصفحه وتشوفوا بعينيكم،
وإلا كذبت أنا كنستحق الحبس، إلا كذبت كنستحق الحبس. أطلب كان لي زافوكا نوال الأسوسي، ما معنى أنكم والقضاة، ما معنى أنكم تفرغوا الملف الطبي، ما معنى أنكم ديروا هذه المسائل كلها، يعني باغيين تحيدوا لها الجنسية، ما معنى أنكم تحيدوا لها دارها اللي شرات كثر 75% اللي حطات في اللي حطات في في سميتو في هذه الدار، وتحيدوا لها ولادها وتحيدوا لها رزقها. الزهري خليل اللي دخل مع هذه العصابه هذه اللي مشى زور الامضاء ديالها وخد الفلوس، علاش اختي كتحط الشكايات وما كيجاوبوهاش البوليس؟ علاش اختي وصلت للمحكمه العليا انهم عندهم نفوذ وعندهم الناس كيوقفوا معاهم، ولا حياه لمن تنادي؟ يعني درنا اختي الاخت ديالي دارت جميع الوسائل القانونيه، ما شدت معاهم لا حق لا باطل، لان دوك الناس صحاح واقفين على رجليهم، والطريق ديالها اللي كان اداه لهذه العصابه الاجراميه باش يبين ان الاخت ديالي حمقى وهو اللي شردها، خذ لها دارها وخذ لها ولادها وخذ لها فلوسها، يعيش فوق القانون ودير ما باغي، لان هناك ناس كتحميهم، ماشي غير هو، هما وميتسوجيلينا وكيبيكور وهاد القضاه، ما كاينش اللي يهضر معاهم. الاخت ديالي الضحيه اللي ما دارت حتى شي حاجه، اللي بغات دير واحد المشروع انه يبان تطلع به رايه المغرب، ها هي دابا الان تعيش كشبه متشرده بعيده على ولادها، لا خدمه لا رمده لا ردمه، وحياتها يعلم بها غير الله. هذه هي الصفحه ديالي، اسماء هشام، فوالا غادي تدخلوا. وبالنسبه للادله اللي كنتكلم عليها، ها هي ما درتها ما بين 20 نوفمبر 2017 الى غايه 20 ديسمبر 2018 وي سي 20، يعني حطيت جميع الادله، انا ما كنتكلمش على فراغ. دخلوا الصفحه ديالي، الله يرحم لكم الوالدين، والا كذبت استحق كل ما استحقه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، شكرا.